صباحكم في ياسمين اليوم ثلاث من المواعيد القاره واللي تعودتوا بها تكون معنا فردوس ميغلي اهلا وسهلا مرحبا بك فردوس عايشة عايشة في نفس التوقيت كل ثلاث ان شاء الله مرحبا عايشك وبيك اكثر ميرسي قلت اليوم معنا برشا اشكاليات والعالم هذايا قد قلنا ما ننتبه لصغارنا ولا حتى لكبارنا على بكري على قد ما نجم التدخل يكون اسرع وهذا اللي اكدنا عليه على الاقل في في المداخلات اللي فاتت بالضبط دونك احنا المداخلات اللي فاتت ح... مع حرصنا باش نحكيو على الاطفال خاصه م. وعلى اهميه تركيب سماعات في ابكر وقت ممكن وقبل سن الاربع سنوات والخمس سنوات باش على اكزيسيون دي لونغاج معناتها باش يكتسبوا اللغه وتحدثنا زاده على اهميه تركيب سماعات زاده في ابكر وقت ممكن عند الكهول أي. واليوم باش نحكيو اكثر على الكهل شنو المشاكل شنو نقص السمع اللي عنده و... و... وسماعه اللي تناسبه و... برشا حاجة ممتاز خلينا نبدأ واحدة واحدة معاك فيرداوس يعني كي نقولوا الكهل ما بتعرف التصنيفات العمرية العمرية عليها زادة هي يعني بوليمي كل واحد منين يبدأ صحيح. سن الكهولك يعني حتى كي نمشي وحتى في منظمة الصحة العالمية نلقاو تهزنا المرأة برشا <تصفيق> <تصفيق> تعبر <ترجمة writers> <applause> عمر الشيخوخة من وقتاش تقول هنا مازلنا شباب الكل هذول من 60 سنة هذول البر جوست ريت كيفاش معناها علاش قلت لك راهو في حد ذاته العمر وتحديد الفترات العمرية إذا متوقف عنده دونك نحكيه على أنا في عمرية بداية من أنا سن نجم نقولوا من 40 سنة بداية من 40 سنة؟ أي أبو مش صادم شوية؟ لا لا با دو تو با دو تو كونترير وكيما قلت راه تو ديبان ذكرناها في الحصه الفارطه تو ديبان من المكان اللي يخدم فيه الشخص هذاك من البيئه من طريقته باش يحافظ على صحته وعلى ودنيه خاصه خاطر مش كيما شخص خدمته تحكم عليه باش يكون اكسبوزي معناتها قاعد في الحس فتره طويله كيما انسان قاعد في بيرو بيان سور هذاك باش يتقلق قبل الاخر دونك نقولوا 40 ما تنجم حتى 50 سنه زيد ونقولوا احنا كبار كا يعني كل واحد وخصوصية <applause> تعرف أنت تجي وإنا نتذكر ما نعرفش عليش لورية نسمع بها ما تقلقوش <applause> أما بعدها شوي دوك بالحق فردوس يعني كل واحد وطبيعة العمل نتاعو اللي يخدم مثلا في الموسيقى ساخبة ونعرفوا أحنا برشا مهن هكاية خاصة في الصيف والكل معرضين أكثر لنقص السمع مثلا من غيرهم بالضبط دونك الاشخاص هذوما اللي معرضين برشا للاصوات الصاخبه ديما نقولوا لهم يحاولوا يحافظوا على وذنهم يحاولوا, يحاولوا يعملوا ان اكيليبر معناتها اذا كان هو مثلا يخدم ست ساعات في في مكان صاخب يولي كيروح للدار يولي يحاول يقعد في الهدوء ما يكملش زاده يرفع صوت التلفزه ولا يحط دي ولا مثلا لي جون لي انفورماتيسيان لي العمل نتاعو طبيعته تحكم عليه انه يقعد ياسر بالكاسك ساعات طويله في الخدمه <applause> ويزيد يروح في الدار يحب يتفرج في فيلم ولا حاجه بالليكوتور والكاسك برشا وصغيراتنا تعرف الهوس نتاع الصغار يعني والمراهقين والاطفال ياسر يحبوا يحطوا ليكوتور في وذنيهم ويسمعوا اغانيهم ويتبعوا لي فيديو اي لازمنا ديما صغارنا نحاولوا نقفوا لهم وماذا بينا نبعدوا عليهم الهواتف الذكيه خاطر هما ملي يتولدوا راه يبدا يحب الهاتف نتاعو ويحب التابليت دونك خاطر تعمل برشا مشاكل تعمل اوتيزم الى اخره تو علي نحكيو عليه هذا في على الشاشات وغيره اليوم ما دونك باش ناخذوا الفئه العمريه هذه وقتاش ننتبه فردوس وقتاش يزمني ننتبه انه ربما فما مشكل سمع يعني احنا في العادة ساعات نقوله مثلا واحد كنا له اكثر من مرة نقولوا سامحوني في الكلمه نقولوا سقيفه طويله راه نقولوا على رواحنا الكل صحيح يعني باللغة اللغه العاميه نتاعنا بدير باش نبسط شويه لانه اليوم يزمنا نتوعى يزمنا ننتبه باش نجم نعالج بالضبط ساعة نقولوا الفئة العمرية تبدا نقولوا من 40 سنة 40 50 سنة م. الأشخاص هذوما احنا في الـ لو تيرم ميديكال نسميوها معناتها نوع نقص السمع نسميوه بريزبيا كوزي معناتها الشيخوخة عصب السمع داكوردو معناتها العصب سمع ابارتير من عمر معين فهمت ينجم يبدا يكبر في العمر معناتها يولي يتقلق يولي السمع فما فما قلق كما في العينين بالضبط انا ديما نقول لو ميكانيزم معناتها طريقه النظر والسمع بريسك سان باغي جوست ننظر نفيقوا بها قبل صحيح آه ولات عندنا تقاليد شويه في قياس النظر في انه آه ننتبهوا انه من قريب كي يكبروا شويه من قريب ما عادش ينجموا يقراوا مثلا آه مليح اللي هي من علامات الكبر اكثر منه حاجه اخرى <applause> دونك كيف كيف السمع بالضبط دايوغ في 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 النظر نسميوها بريزبيسي وفي وفي في السمع نسميوها معناتها هو الشيخوخة <مه> نتاع العصب النيرفو معناتها لو نير ل... بالضبط لو نير اوديتيف والا لو اوبتيك <مه> دونك الاشخاص هذوما كيفاش نفيقوا بهم <مه> كما قلت انت مثلا نحكي معهم يقول لك اه مرة اللي فاتت حكينا قلنا انه نقص سمع درجات فما نقص سمع خفيف متوسط شديد وشديد جدا مش كيما شخص اللي عنده نقص سمع خفيف كيما نقص سمع مثلا شديد جدا بيان سور اللي عنده نقص سمع خفيف تعود له مره ثانيه يفهمك اللي عنده نقص سمع شديد جدا يخلينا خلينا صعب باش ما برش برشا عباد ولو انه ساعات راهو انا مع السكوس يعني ساعات راهو الرجه ونمشي ونقفوا على حالتنا ونمشيو للسبيسياليست وللطبيب باهي ما فيها باس نثبتوا ساعات قلت انتباه تشتت انتباه باش ننسب زاده شويه يعني يعني انيه كيفاش نجم نفرق لهنا مش كل واحد يقول لي اه معناها راهو عنده نقص بيان سور احنا ساعة الفتره الاولى نتاع المرض نسميوها لا دو ديني معناتها النكران النكران بالضبط دونك المريض يبدا عنده نوع من النكران خاطر ما يحبش يقر انه عنده مشكل فهمت بوتيت يخاف من نظره العبيد لي ما يحبش العبيد تغزر له اللي هو بدا يكبر في السن يحب ديما يقول اللي هو في اكمل في اكمل معناتها خلقة. اي اكمل خلقه وفي احسن صحه وكل شيء دونك هذيك علاش من الاول يبدا ينكر حتى كان يتعود له مثلا تقول له كالحكايه جبهه يقول لك لي انت تحكي بشويه م. فهمت م. ولا يقول لك انت تحكي معايا والتلي ما, ما صوتها مرفوع والا ونلقاو خاصه بين الراجل ومرته كي بون اكبر شويه من 40 الحقيقه وتقول له ما تسمعنيش لما نعاود لك ايش يجاوب باي يقول هذه انت تتكلم بشويه اكزاكتومون <applause> دونك <تصفيق> يحاول هنا ينكر اي ديما يحاول يلقى اكسكوز المراه ولا الراجل كيف كيف م. فهمت ومن بعد وقتاش يفيق اللي فما فريمون مشكل وقت كي تولي تعود له برشا مرات م. فهمت وما يسمع معناتها ما يفهمش ما يفرزش الكلمه انا يجيني يجوني مرضى م. للعياده يقولوا لي احنا الدكتوره يقولوا لنا ما نجمش نفرز الكلمه معناتها عندي مشكل نسمع العباد يحكي وراهم راه الفم يتحرك ما نجمش نفهم فاش قاعد يتقال دونك هنا وقتها يلتجئوا باش يمشيوا للطبيب نتاعهم هو المشكل اكثر وقت اللي يبدأ الشخص مش قدامه على خط القراءه نقولوا احنا على الشفاء تعاون اكثر زيد يعطيك صحه دونك هكا لي مور شويه الكل موجودين معانا ويعيشوا معانا وبيناتنا دونك آه يصير هذايا انه نفيقوا بهم احنا قبل ما يفيقوا برواحهم زيد دونك شخص اللي عنده نقص السمع هذايا العصبي معناتها لا سورديتي <applause> دو بيرسيبسيون وبيان سور ان ستات ديفلوبي معناتها يكون النقص السمع نتاعو عميق مش م. خفيف ولا متوسط هذايا الشخص آه. كي تجيه مثلا من تالي ورا ظهره تبدا تحكي معاه ما يفهمش الكلمه مثلا كي تجي في بيت ظلام والا تبدا تمشي في شارع ظلام صديق وصديق المرأة وزوجها الاخت والخو مثلا تبدا تحكي معاه تحكي له في قصه وما يفهمهاش يقول لها اللي قدامي هو ما غير ما يشعر يولي يقرا على الشفاه دونك لا ليكتور لابيال بيسك الحاسه السمع حاسه السمع نقصت تولي حاسه النظر هي اللي تعاون باش تخفف شويه وما غير ما يفيق راهو حاجه معناتها ديما نقولوا نحن غير اراديه فاز النكران او مرحله النكران كي تطويل شويه لامور نفسيه لعده اعتبارات تنجم تعرقل شويه العلاج بمعنى انه كان ما, ما يطولش في الفتره هذيك نجم ينقذ روحه ابكر يعطيك صحة بالضبط دونك اه اه لا فاز دو ديني دونك هي تختلف من شخص الى شخص وبيان سور من طبيعة عمل الى عمل دونك مش كيما انسان الخدمة نتاعو اه مثلا في مكان هادئ وما يستحقش باش يحكي برشا مع مع العباد اللي يشتغلوا معاه كيما انسان خدمته ديما اون غينيون معناتها ديما في اجتماعات وديما فما لا كوميونيكاسيون دونك وقتها فريمون يولي يحس حاجة ملحة يقول لك انا كيفاش قاعد مقصر في خدمتي ومقصر في العمل نتاعي وحتى مع عائلتي أه دونك الاشخاص هذوما نقول لهم كل ما تكون هذه الفتره متاع النكران اقصر كل ما خير علاش خاطر أه اذا كان مثلا نركبوا سماعه ابكر في ابكر وقت ممكن ساعة السماعة الحجم نتاعها باش يكون صغير قبل الساعة السماعة اه اسكو كل انسان يلقى روحه في الكلام نتاعنا اللي حكيناه توا احنا تشخيص صغير يعني هو تيست صغير ينجموا يعملوه هذايا توا على الضوء اللي قلتوا لنا دكتور شاكا فوالا اه كل واحد ينجم يعرف روحه في استاد هذيه والا استاد متقدمه شويه اه كلهم في حاجه الى سماعه واحنا نحكيو على البوادر الاولى لنقص السمع بيك. يعني الحل هو السماعه ولا شيء غير السماعه ولا فما حلول نجموا نبداو بها اه شخص دوبا يحس فما عنده مشكل في نقص السمع اول حاجه يعملها لازم يمشي للطبيب نتاع الانف والاذن والانف والحنجره اللي هو <applause> لوغال ويحكي له على المشكله نتاعه <applause> لوغال نورمالمون يعطيه دواء ان تريتمون دي فازو ديلاتاتور نورمالمون <applause> باش شويه يحسنوا شويه لكن في الاخر يبعثوا باش يعمل سماعه خاطر كل ما هو عصبي ما, ما يرجعش اما كنت تبدا فما مشاكل اخرى احنا نحكيو كان على لا سورديتي دو بيرسيبسيون اللي هو النقص السمعي العصبي <applause> داكورد اللي هو مشكل في عصب السمع اذا كان عن امراض اخرى بيان سور على نعالجوها وما نستحقوش سماعه دونك تحب تقول انه العصابة هذاك ما ما عادش يرجع بالضبط يزلنا نمشيو لل... بالضبط. للبدائل او للحلول انا ديما نفسر نقول لهم عصب السمع كيما الكابل نتاع الكوران دونك تحل الكابل نتاع الضوء تلقى خيوط صغار مم. نفس الشيء دونك احنا عصب السمع نتاعنا فيه دي فيبر معناتها خيوط رفيعه كل خيط ذاك اللي فريكونس بحرف معين فونيم معين معناتها الشخص اللي عنده مشكل في تفريز الكلمه هو معناتها انه الكلمه تخلط له ناقصه مثلا انا ديما نعطي اكزومبل نتاع كلمه مدرسه اذا كان المريض عنده مشكل في حرف السي يسمعوا لازم في قوة صوت أكثر م. دونك مدرسة مش تخلط له ناقصة حرف السين دونك باش تكون له غير مفهومة م. وهذاك عليه تولي عندي صعوبة في فهم الكلام خاطر أيه. فما فرق ما بين سمع وما بين فهم الكلام وفما اللي يكبر بهم الحال ينجموا حتى يأثر على النطق نتاعهم ونعرفه برشا متقدمين في السن عدوا عمرهم الكل ينطقوا سليم وبعد يوليوا عندهم شوية إشكالات على مستوى النطق لبعض الحروف جوستومون دونك euh, euh, انا ديجا عندي مريضه هكاك لكن المرضى ما يربطوش ما بين النطق والسمع ديما يقول <applause> لك لا 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 ذاك النطق خاطر عندي حاجه تمست لي لساني ثقيل <applause> عندي مشكل في الفك نتاعي ما نعرفش يقول لك تو نمشي لطبيب اخر لكن لي, لازم يعرفوا انه الشخص اللي يسمع هو اللي يتكلم وهذاك علاش الطفل آ, نرجع ديما اسهل ليكزامبل نتاع الطفل اللي ما يسمعش ما يتكلمش اللي تخلق ما يسمعش مريض كومبليتوم ماهوش يتكلم دونك سي هي كدائره دو دونك الشخص اللي يقعد فترة طويلة عنده حروف معينة ما يسمحهاش دونك تتمسح من الذاكرة، معناتها المخ يولي ينسيها خاطر بما يعبر عنها الذاكرة السمعية، أنا نقول لهم كما بيت المونة نخبيو فيها الحروف والكلمات باش يجينا كي نهار في السمع نولي المخ يطلع كالدوينات كي يبدا مثلا اه يحاول الشخص باش يحاول يطلع الكلمة من الكونتكست، من الموضوع، من من القراية على الشفاء من من تعودوا على صوت الشخص هذاك يولي يمشي اون فراكسيون دو سكوند في في بعض من بقى حتى ثانيه المخ يولي يحل كبيت المونه ويشوف انا هي الكلمه اللي في الوزن هيك وفي وفي المعنى هذاك ويجبدوا وكيكا كيفاش يطلع داكوردو باهي انا نسمع فيك بانتباه كبير الحقيقه على خاطر سبحان من خلقنا وصورنا و ومعجزه معناها هو السمع كحاسه في حد ذاته كملكه في حد ذاته معناها مهمه برشا وقد ما نتعمقوا فيها وقد ما ندرس على الاذن ونشوف ونتعمق بالصوره بكل دونك نلقاو برشا حاجات الحقيقه للاكتشاف وللتمعن في حكمه الخالق اليوم الحلول موجوده والحمد لله دونك اليوم اذا كانت توقف عند الاشكاليات عند النقائص هذه باش نجم نقولوا راهو فما حلول دونك الحل في سماعه للناس هذوما حتى ولو في مرحله مبكره تريتمون وسماعه زاد اون باراليل دونك نحب نقول للاشخاص اللي يخافوا من السماعه والا يحاولوا يتجنبوها ويخلي روحه فتره طويله ما يسمعش وحتى تولي عنده لونجاج التيغي معناتها يولي ما عادش ينطق صحيح مم. وهذاك الكل نقول له لا ما تخممش كل ما تمشي تسرع للطبيب نتاعك باش تشخص الحاله نتاعك في اسرع وقت ممكن كل ما خير كل ما تنجم تدارك النقص نتاعك كل ما يغادي ريزولتا مع معناتها نتائج خير فما تحسن زيد مع تخير خير خير من الانسان يمشي عنده نقص سمع شديد جدا مش كيما انسان يمشي عنده نقص سمع مبكر هل متواصل. يوقف استعمال السماعه التقدم بنقص السمع؟ يعني بمعنى انا نجيك في فتره مبكره وفقت بروحي في مرحله مبكره هل يشفع لي واني فقت بروحي وركبت سماعه انه ما يتقدمش بيا المرض اكزاكتو احنا ذاك البيوت نتاعنا دونك احنا لي زوديو بروتيزيست اخصائي السمع نحاولوا المرضى نتاعنا في لي كونترول خاطر المريض كي يحط سماعه مش باش يمشي فهمت لازم ديما يجي كونترول خاطر نعملوا تعديل سماعه تتعدل دونك نحاولوا في كل تعديل نعاودوا نقيسوا السمع ونحاولوا نحافظوا على السمع نتاعو حتى كان ينقص مش برشا فهمت مم. وعلى فتره طويله على 20 سنه على 10 سنين دونك هذا احنا لو بوت نتاعنا ونحاولوا دونك مش كيما اه اه وكيما قلت احنا سماعه تعاوننا باش ننشطوا كالذاكره السمعيه مش حتى الحروف اللي فقدناهم نسترجعوا نسترجعوا ننطقوهم معناتها ونسترجعوا حتى نتفكروهم مم. وقياسا للليونات للمرايات كيف ما المرايات بالضبط معناها اللي عنده مشكل ما صورش باش يخلي روحه يسوق وهو يرى فلو ما ينجمش يقرا دونك باش يستعين بال بالمرايات علاش المرايات دخلت في عاداتنا اكثر دكتوره يعني سؤال شكسك شوي أه. علاش معناها بالحق يعني المريات ولدت رغم زيادة فما فاز دو ديني ساعات زيادة ولكن في الاخير نلبسوا لي ونحاول ونحاولوا تكون مزيانه وتمشي مع دوره وجهنا وفيها دي موديل يعني نختاروهم بكل عنايه واكسسوار ولات هي في حد ذاتها السماعه ما زالت شويه ما دخلتش في العادات بتاعنا صحيح انا جوست باش نقول نقطه مهمه انا ديما المرضى نقول لهم راهو السماعه كيما النظاره احنا النظاره نلبسوها باش نشوفوا ما بش نشوفو باش ما نقصوش في النظر سماعه كيف كيف نلبسوها باش نسمعوا وزاد باش ما نقصوش في في السمع باش نرجعوا للفكره الاخرى انا نشوف انه ليدي معناتها الفكره حول ارتداء النظاره عملوها بطريقه ذكيه ياسر خاطر وليت فما لي مارك الكبار لي مارك دو لوكس كيما غوتشي سامحني سمحني مش ناقصين اشهار <applause> لمحاله ما <applause> لي مارك دو هذوما دونك ولاو دخلوا في الميدان ولاو يعملوا في نظارات جميله جدا بالوان مختلفه ودخلت في, المو... في الموضه نتاعنا النفسيه زاده نتاع ناقص الذر دخلوا على لعبوا على الكوتي استيتيك وجماليه بالمقارنه بالموازاه شو عملنا في عالم السماعات؟ يعني احنا لينا مره سالتك دكتوره قلت لك العامل النفسي فهمت قلت لي كلنا كي كلنا كيف كيف اكيد ولكن هاول كلنا معرضين لنقص في عمر او اخر دونك اليوم شنو عملوا يعني الصناعيين في العالم هذايا باش يخليوا اكسسوار ده هو آه مزيان وما يقلقش هو راهو تطور برشا ولكن جوست الفرق انه في عالم النظارات فما برشا لي سبوت وتمشي حتى لاي بلاد معناتها اوروبيه تتلقى الببليسيتي في الشارع و... وجابوا حتى دي وفنانين معروفين ويلبسوا فيهم في دي لونيت مزيانين انا نتفكر حتى كي كنت في سن المراهقه نتاعي نحب نلبس نظاره خاطر كانت تظهر لي ياسر مزيانه مع لبس <applause> بالضبط دونك ولات حاجه تابعه معناتها دخلت معناتها كيما نقولوا نحن خاصيه جديده في الجمال معناتها انسان يلبس نظاره تابعه اللوك نتاعو تابعه اللبسه نتاعو ولات حتى سيني نتاع إليغانس نتاع أنيقة دونك احنا نتاع انتلكتويل ساعات صحيح, خاطر خاطر لي زلان لي نتاعنا الكل اغلبيتهم يلبسوا نظارات صحيح سماعات راهو فما دونك وليو فما الوان مختلفه اشكال مختلفه فما حتى سماعات خاصه بالاطفال تو مره زاد عليها في حصه واحده دونك هذوما دي بروتيز اوديتيف بيدياتريك خاطر مش كيما سماعات للأشخاص الاشخاص الكبار كيما للاطفال والاطفال فيهم الوان جميله ياسر وفما دي زاكسيسوار ومعناتها راه فما الجماليه اما جوست في عالم النظارات ياسر فما ببليسيتي اكثر أي. من بيه الجماليه لكن زاد نحبوا النجاعه والفاعليه مثلا عنيش سماعات اليوم نجموا يكونوا الشحن نتاعهم على على مدى اطول ما مو مثلا ما نمشيش بها انا ستة ساعات ثمانية ساعات كانت نتفاجأ معناها وانا بعيدة على الدار ما نجمش نشحنها طاح الشارج مطيحة سماعات يتحملوا العرق والتعرق في الصيف نهبط نعوم بها في البي سي نقول جو دي نابورت يعني صحيح اللي نحكي فيه كله صحيح, صحيح. برك اللي نعرف اللي الناس تتسائل حولها باهي ساعه ونحب نقول في عالم السماعات فما سماعات آه تمشي بالبطاريه م. وفما سماعات تمشي بالشاحن الزوز باهي السماعات اللي يمشيو بالبطاريه آه المدة معناتها الديغي دو في معناتها قداش تشدك سماعه تختلف فهمت من قوه السماعه ومن نوع البطاريه فما بطاريه تشدك اربع خمس ايام فما ثمانيه 10 ايام فما تشدك حتى 3 ثلاثه جمعات في الشاحن الشاحن اسهل داكور دو خاطر الشاحن تهزو معاك الي بورتابل م. فهمت مثلا تبدا تخدم حتى في الدار تحطو في الكرهبه دونك وحتى وسماعه تشارجيها نورمالمون 3 اور تشدك 24 اور هذا اللي بالشاحن دونك وكيما قلت تحملو معاك ما فمش حتى مشكل راهو وحتى سماعه قبل ما تبدا تنقص في في الشحن م. تعملك سينيال ما تقصش عليك مثلا انت في يعني لا لا في غيونيون ولا حاجه تعمل لك سينيال قبل حتى بنص ساعه راه معناتها تنبهك تقول لك راهو باش نقص ابخي 30 مينوت دونك شخص يولي يجبد شاحن نتاعو ولا يحضر البطاريه نتاعو بي. المرة الجاية أنا نحب نحكي شوية على كيفاش نحميو السماعات هذه يعني او بشوية بشوية دخلنا إن شاء الله ندخلوا ثقافة جديدة وثقافة مفيدها هو في الأساس أنه اللي عنده أي مرض كان في أي عضو من أعضاء الجسد نتاعو ينتبه له ويلتجأ للأخصائي باش يعالج. المرة الجاية توعدني نحكي على كيفاش نعتنيو بالسماعة هذه من التعرق من السخانة البرشة المفرطة من أنها تتكسر دونك كيفاش نعتنيو بها لأنه أكسسوار مهم برشا. باش نقول فكره غبيت إيه. سماعه تتحمل التعرق وسام فما سماعات جديده خرجوا سنين نجموا نوليو نعوموا بهم في البيسين هذا آه بو... في اجابه أي... على الاسئله س... سي, سي معناتها الجديد نتاع 2023 فما سماعات وليو نجموا ندخلوا بهم بون مش نعوموا فيهم برشا في البيسين نغطسوا بهم بلونجي مي إيه. يتحملوا كميه مهمه من, من الماء كعتيت... ومره اخرى اذا نحكيو على انواعهم لانه تعرف نعاود نرجع في سن المراهقه ما يقبلش صغير برشا انه يلبسها الشباب نون كيف كيف الاحجام نتاعها فما اللي ما تظهر الجمله فما اللي الداخل من الاذن هذا الكل نحكيو فيه ان شاء الله حتى نحكي زاد المره القادمه على الطنين، خاطر اليوم المشكل لا بياكوزي معناتها الشيخوخ تاع عصب السمع جينيرالمون اللي اكومباني مع تجي معها الطنين اللي هو الصفيف نجمو حتى لا فوا نحكيو على الصفيف وكيفاش السماعه فيها حل باش نجمو نقصوا من الصفيف نتاعنا طيب نشكرك برشا المهم الحلول موجوده, موجودة. شكرا لك دكتوره هو بابتسامتك محلاها ومحليهم <applause> ال... محلاهم لي دكتور ما نعرفش علاش نجيبكم مرضى كي راكم ولا عايشك <تصفيق> عايشك عيشك <applause> مختارين بالكعبه سبحان الله كانه المهنه تختاركم اكثر <applause> نحاول <applause> نكلموا عايشك نحاول ديما نقدموا احسن ما عندنا ونكونوا ديما موجودين في الخدمه يا عايشك شكرا لك دكتوره وانا نعرف اللي حضورك انت وبرشا برشا من زملائك معانا في نسمة الصباح راهو سافي بارتي دو لا القلب الكبير وايمانهم بالمهنه ومعطائين بطبيعتهم ويجيو باش يقدموا خدمه لمشاهدي القناه الوطنيه الاولى خدمه مجانيه لكم دليل ليكم انتم ان شاء الله باش تكونوا في فورمه وفي صحه وفي عافية نشكرك برشا دكتوره عايشي. مره اخرى احنا مواصلين يلا نعمل فاصل موسيقي مع يسرى محنوش وراجعين مواصلين الى حدود منتصف النهار